إلى وقت قريب جداً كان الرجل هو المتحكم الأول في القرارات التي تخص الأسرة وأفرادها، تسيير مواردها واختيار عدد الأطفال ووقت الإنجاب ومكان السكن وصولاً إلى التخصص الجامعي للأبناء وعملهم، بل وحتى اختيار شريك حياتهم. الأسرة اليوم تختلف كثيراً، إنها تسير نحو قدر أكبر من المشاركة واتخاذ القرارات المشتركة في الحياة العامة والأسرية بشكل خاص، فالرجل أصبح لا يستطيع اتخاذ كثير من القرارات دون الرجوع إلى زوجته ومن ثم أبنائه، وكذلك الأمر مع الآخرين، بل وفي بعض الأحيان يؤكل إلى كل فرد عدد من المهام ويتحمل مسؤوليتها كاملة. اليوم وفي ظل التغيرات الاجتماعية أصبح سيد المنزل هو المسؤول عن اتخاذ القرارات الصعبة والمصيرية داخل البيت، وباتت سيدة المنزل في أحيان كثيرة موكلة بحل جميع المشكلات التي تتعلق بأمور المنزل والاهتمام بشؤون الأولاد وإدارة المصروف، بعد أن أثبتت جدارتها باهتمامها حتى بأدق التفاصيل التي قد تغيب عن ذهن الزوج والأبناء. توزيع الأدوار لا يقتصر على الزوج والزوجة، فهناك الأبناء وقد يكون هناك أفراد آخرين يجب إشراكهم في القرارات التي تخص الأسرة ومنحهم شرف خدمة بعضهم البعض وتعويضهم على تحمل المسؤولية وإسناد جزء من أعباء المنزل عليهم بالتساوي، كبعض النشاطات العائلية والبرامج الترفيهية والمناسبات الاجتماعية. كل ذلك من شأنه أن يقوي العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة ويعزز الانتماء ويخلق أجواء صحية تساهم في بناء شخصية الفرد داخل الأسرة وفردا صالحا بالمجتمع يقدر حقوقه وواجباته تجاه وطنه ومجتمعه كما مع أسرته.